السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي طالبات صف 11، أهلا بكم ومرحبا في الجزء الثاني من درس الولاء والبراء. مجال العقيدة مادة التربية الإسلامية. تعرفنا في الجزء الأول على تعريف الولاء والبراء في لغة وصلاحا. عددنا صور الولاء لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، وكذلك ذكرنا مظاهر عناية الإسلام برابطة الدين وذكرنا الأدلة عليها. في هذا الجزء أتوقع منك حبيبتي أن تعددي صور تكريم الله تعالى للإنسان، توضحي دعوة الإسلام والتعايش مع الآخر، تستنتجي موقف الإسلام في التعامل مع كل من المستأمن المعاهد والحربي. كيف ينظر الإسلام إلى الإنسان؟ الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه عنصر معزز مكرم مفضل مهما كان دينه أو جنسه أو عرقه أو لونه. يظهر ذلك من خلال تكريم الله تعالى له وتشريفه وتفضيله على كثير من خلقه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لو سألك سائل فقال عددي صور تكريم الله تعالى للإنسان، فماذا ستجيبين؟ نذكر معا السورة الأولى خلقه في أحسن تقويم. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. السورة الثانية نفخ فيه من روحه وأسجد الملائكة له. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. السورة الثالثة سخر له ما في السماوات والأرض. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هيا حبيبتي افتحي صفحة 119 ونظم تعلمي مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان. أوقف الفيديو، أجيبي عن السؤال في كتابك ثم عاودي مشاهدة الفيديو. تأكدي من إجابتك. خلقه في أحسن تقويم، نفخ فيه من روحه وأسجد الملائكة له، سخر له ما في سماواته وأرضه. الهدف الثاني، هيا بنا نوضح دعوة الإسلام في التعايش مع الآخر. أساس من أسس دعوة الإسلام هو التعايش مع الآخر، فعلى ما تقوم رسالة الإسلام وإلى أي شيء يشجع أتباعه. تقوم رسالة الإسلام على العدل ونصرة المظلوم، ويشجع الإسلام أتباعه على التواصل والترابط بين جميع البشر. لماذا؟ لأن رسالة الإسلام جاءت للناس كافة وليس لفئة بعينها. كيف جسد النبي صلى الله عليه وسلم معنى التعايش مع غير المسلمين؟ تذكري معي حبيبتي، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ماذا فعل؟ كان سكان المدينة بين مهاجرين وأنصار ويهود ونصارى. هل قام النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من المدينة؟ كلا، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أسس التعايش معهم. كيف؟ أولا وضع صحيفة المدينة التي تدل على ضمان حرية الاعتقاد والعبادة، كذلك سمح بزيارة مرضاهم وموعظتهم بالحكمة والموعظة الحسنة دون إكراه، كذلك سمح بالتعامل معهم بالبيع والشراء والرهن وغيرها دون حرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرهن درعه عند يهود. ما زلنا في هدف الإسلام والتعايش مع الآخرين. علي حبيبتي أن تعلمي موقف الإسلام من التعامل مع المعاهدين المستأمنين المحاربين. من هؤلاء؟ وما موقف الإسلام منهم؟ وما الدليل على كل موقف؟ أولاً، موقف الإسلام من المعاهدين. من هم المعاهدون؟ هم الذين صالحهم
المسلمون على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يرونها. حكمهم: يجب الوفاء بعهدهم وتحريم خيانتهم أو نقض عهدهم. الدليل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وبذلك فقد بيّن وحدد الإسلام موقفه من المعاهدين، وهو وجوب الوفاء بالعهد وتحريم نقض العهد، ومن خالف ذلك لن يرح رائحة الجنة. موقف الإسلام من المستأمنين: من هم المستأمنون؟ هم رعايا الدولة غير المسلمة المحاربة للمسلمين، الذين أعطاهم المسلمون الأمان على أنفسهم كالسفراء والوزراء وطلبة العلم. حكمهم: يستحب الإحسان إليهم ترغيبا لهم في الإسلام. والدليل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذا هو موقف الإسلام من المستأمن: يجب الإحسان إليه ترغيبا له في الإسلام. وصلنا حبيبتي إلى موقف الإسلام من المحاربين. من هم المحاربون؟ هم الذين يعادون الإسلام والمسلمين. ما حكمهم؟ يجب محاربتهم وبغضهم حتى يكفوا عن أذية المسلمين وعن عدائهم للإسلام والمسلمين. والدليل على ذلك قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. افتحي حبيبتي صفحة 121 حتى تجيبي على التقويم البنائي. السؤال: وجه النصوص الشرعية الآتية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية على ما تدل؟ نعم، هي دليل على أن رابطة الدين هي أعظم الروابط وأولى بالحفظ والصيانة والرعاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا دليل على أن المعاهدين الذين صالحهم المسلمون على إنهاء الحرب مدة معلومة يجب الوفاء بعهدهم وتحريم خيانتهم أو نقض عهدهم. معنا سؤال آخر نفس الصفحة، السؤال الرابع: دعي إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. البراء هو البغض والاعتداء على الآخرين، صح أم خطأ؟ خطأ، أحسنتي. يشعر المسلم بحلاوة الإيمان إذا أحسن تطبيق مبدأ الولاء والبراء مع الناس؟ إجابة صحيحة، جملة صحيحة. رابطة الدين تساوي رابطة النسب من حيث القوة والثبات؟ نعم، إجابة صحيحة. إلى هنا حبيبتي وصلنا إلى نهاية درسنا مع 3 أسئلة، اكتبيها وأجيبي عليها. عددي صور تكريم الله تعالى للإنسان. كيف جسد النبي صلى الله عليه وسلم معنى التعايش مع غير المسلمين؟ ما موقف الإسلام في التعامل مع كل من المستأمن والمعاهد والحربي؟ وإلى هنا نصل إلى نهاية درسنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إلى اللقاء في درس قريب، ودمتم بخير.